وطبقا للماده 48 القانون التنظيمي رقم 13/14 الذي ينص على النصاب القانوني ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني فقد تقرر تأجيل هذه الدوره وتجيه هو الاجتماع ثاني ان شاء الله. كان المفروض هذه الجلسة كما قلنا الإخوان تنعقد في الساعة 10 صباحا، كنت فاجئ بغياب ديال جميع الأعضاء الآخرين ديال مختلف الأحزاب وتأجلت الجلسة رسميا، ولكن ما عندنا حتى شي مبرر على الغياب وما عرفناش علاش جوسكا بريزون ما كاينش شي جيستيفيكاسيون ديال هذا الغياب هذا. وبالنسبة لعين شقة علاش ديما تتعرف هذه الضجة هذه بين واش ما كاينش اتفاق بين الأحزاب الثلاثية استقلال أحرار بان؟ هذا الظرف هذا اللي وقع فيه هذا الشيء راه وقع في المغرب كامل وما مرتبطش بعين الشوق بالذات، ولكن فرضته الظروف اللي جات فيها الانتخابات والقوانين المهيكله للانتخابات اللي رسمت الخريطه الانتخابيه قبل من الانتخابات، يعني راه ما وقعش غير في عين الشوق، راه واحد المجموعه ديال المقاطعات.